السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. هنتكلم النهاردة على حاجة جديدة، وبس مش بس جديدة، هي جديدة ومتميزة. طيب، الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة وهي الشاحن الوايرلس. ممكن هو شكله غريب شوية، الشاحن ده شاحن جويوم. الشواحن الوايرلس هي ميزتها ان هي نوع من انواع الشواحن اللي بتقدم شحن آمن تمام عن طريق الوايرلس، ودي ميزه ممكن تكون موجوده في الاجهزه اللي هي دايما الاجهزه الرائده، يعني اللي هي مثلا في الايفون مثلا من اول ايفون 8، هنلاقيها مثلا في السامسونج من اول فئه الاس 8 واحنا طبعا طالعين، وممكن في برضه موديلات كتير مثلا من النوت، ممكن من اول مثلا نوت 9 او نوت 10 والحاجات دي. هنلاقيها في فئه الزد، سواء زد فولد او الزد فلاب تمام. طيب، ميزة الخاصية دي ايه؟ ان انا بشحن التليفون بتاعي من غير اي سلك خالص. كل اللي انا بعمله ان انا بحط الشاحن على ظهر الجهاز ده بمنتهى البساطة، ويبدأ ان هو لو بيدعم الوايرلس تشارجنج ان هو يبدأ يشحن. التكنولوجي دي يوم ما طلعت، هي كل التكنولوجي قايمة على فكرة ان انا بشحن من خلال موجات مغناطيسية. فالشاحن ده ماجنتيك تمام، بيعمل ايه؟ بيلزق في الظهر بتاع الشاحن ويبدأ ان هو يشحن. كمان من ضمن الفيتشرز كويسة جدا برضو في القطعة دي ان هو ممكن يشحن لو الجواب موجود، دي طبعا فيتشر كويس جدا. طبعا بالنسبة لنوعية الانواع دي من الشواحن، احنا بنسمع منها على انواع كتير جدا، زي مثلا الماكسيف بتاع الابل وهو سعره بيعدي ال 1000 جنيه محترم جدا، وعندنا طبعا الشاحن الوايرلس الخاص بسامسونج برضه سعره بيعدي ال 1000 جنيه. فطبعا يوم اتكلم حد في خاصية زي كده هيقول لك يا عم ده هي غالية قوي غالية قوي وحاجة كده. طيب، اقول لك بقى النهارده على حاجه مختلفه، ان ممكن تقدر تجيب الخاصيه دي وتستفيد بيها، وتقدر كمان ان انت تستخدمها بشكل بمنتهى البساطه وباسعار اقل بكتير. فخلينا نكمل الفيديو النهايه ونشوف عندنا ايه. خلينا نبدا الفيديو ونشوف عندنا ايه. ورجعنا تاني. طيب، بالنسبة للشاحن زي ما احنا اتكلمنا، هو دي العلبة بتاعته، هو شاحن جويوم زي ما احنا شايفين في العلبة، مرسوم عليه ان هو بيلزق في الظهر بتاع التليفون. بمنتهى البساطة الشاحن ده تمام بيبقى جاي معاه كيبل تايب سي في الناحيتين تمام. طبعا احنا ممكن تكون الطراز ده مش سهل ان انا الاقي الناحيتين تايب سي، لكن هو الميزه ان انا وصلت له تايب سي والناحيه الثانيه يو اس بي عادي، واقدر اركبه في وصله زي كده او دوك زي كده، واقدر ان انا اشحن بيه. الشاحن ده بينصحوا بيه ان حضرتك لو عشان تقدر تاخد منه يعني امكانيات كويسه وتقدر تاخد منه سرعه في الشحن شويه، هو بيسبورت لحد 15 واط. طبعا بالنسبه للعالم ده من الشواحن، اقصى حاجه هتلاقيها في السوق اللي هي ال 20 واط تمام، اللي هو الماكسيف اللي هو بتاع الايفون او اللي هو الشاحن السامسونج تمام. طيب، الشاحن ده طبعا مع تفاوت رهيب جدا من السعر، طبعا صعب اقول لك جدا يعني سعره كام. وانا لما اشتريته كان اقل من 200 جنيه، ممكن دلوقتي حاليا تلاقيه مسافه 200 وشويه 300، الدنيا طبعا بتزيد على حسب زياده الاسعار. الشاحن ده ميزته اول حاجه ان هو 15 واط تمام، بيسبورت لحد 15 واط، بيسبورت ان هو ماجناتيك، ان انا ممكن يقدر يلزق على الظهر بتاع التليفون تمام. لو حضرتك عايز تشحنه بالجواب بمنتهى البساطه، بتحط لو التليفون بيسبورت وبتوصله بيه، والناحيه الثانيه دي طبعا هنا المخرج بتاع اليو اس بي اللي انت التايب سي بتوصله، والناحيه الثانيه بتوصله يا اما بقى مايكرو يا اما سوري يا اما تايب سي الناحيه الثانيه، يا اما تستخدم له كيبل يكون الناحيه الثانيه يو اس بي عادي تمام. طيب، تبدا حضرتك تشحن بيه، اول ما بتوصله اللمبه اللي تحت دي بتنور ازرق، وتبدا ان حضرتك تشحن بيه عادي جدا. بينتج طبعا عنده شويه سخونيه، وده شيء برضه طبيعي لان هو عباره عن ماجنتيك تمام، عباره عن مغناطيس تمام. في المغناطيس بتاعه هو فعلا بيولد شويه سخونه، لكن هو امن ما فيهوش اي مشكله خالص، بيوفر عليك بقى فكره الكيبل اللي بتقطم او المشاكل اللي بتقابلنا، وبنقدر ان احنا نستفيد منه بشكل كويس جدا. بعض الموبايلات تمام، منها السامسونج بيقدم تقنيه لطيفه جدا وهي اسمها ريفرس تشارجنج تمام، ريفرس وايرلس تشارجنج، يعني شحن عكسي. يعني ايه بقى الشحن العكسي ده؟ شحن عكسي لو حضرتك تخيلنا ان الموبايل ده تمام في وايرلس تشارجنج وفي الخاصيه دي، بشغل الخاصيه بمنتهى البساطه، بفك الجراب بتاع التليفون تمام، واوصل الموبايل اللي انا عايز اشحنه اللي بيدعم الكيو اي، بوصله بيه بظهره، ويبدا ان هو ياخد
منه وايرلس شارجنج. فدلوقتي في عالم الوايرلس شارجنج بقينا نشوف ان ثلاث خواص اساسيه. الخاصيه الاولى ان هو بيدعم الكيو اي وايرلس شارجنج، ان هو بيدعم الوايرلس شارجنج. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون بيدعم وايرلس شارجنج فاست، تمام؟ فيقدر ان هو مثلا يوصل ل 15 واط او يقدر يوصل ل 20 واط، دي بتبقى حاجه كويسه. يعني بنتكلم مثلا في ال 15 واط ده بيشحن مثلا بطاريه 5000 ملي امبير، بتاخد لها حوالي ساعتين ونص، تمام؟ ده بالنسبه للشاحن مش بسلك، طبعا حاجه رائعه جدا. لو حضرتك طبعا وصلته، هو طبعا بينصحه ان حضرتك تستخدم له دوك، يكون اللي هو الدوك ده اللي هو القطعه دي اللي هو الراس بتاعت الشاحن اسمها دوك، تمام؟ تستخدم له دوك يكون 18 واط وانت طالع عشان تقدر تاخد منه نتائج، تمام؟ وفي نفس الوقت الميزه برضو الثانيه ان انا لما باجي استخدمه هو في ميزتين، ان انا ممكن اوصل عليه بشكل مباشر ويبقى ماجناتيك يلزق فيه. طب الماجناتيك هيفيدني في ايه؟ لان حضرتك زي الصوره زي ما احنا شايفين كده ان هو بيستخدم الموبايل والشاحن لازق فيه، تمام؟ لو هو مثلا محتاج يستخدم الموبايل وهو لسه ما شحنش كويس، تمام؟ فدي طبعا ميزه كويسه قوي. وفي نفس الوقت ان انا لو وصلت له الشاحن بجاب فما فيش مشكله برضه بيقدر يتشحن، ودي ميزه كويسه جدا ممكن ما تلاقيهاش في انواع تانية، تمام؟ الانواع المتميزه جدا في الجزئيه دي زي ما احنا اتكلمنا هو ده جوي يوم، تمام؟ براند محترم جدا، تمام؟ في عندنا برضه اللي كويس جدا برضه الانكر، وعندنا برضه كمان البلكن، والرائع طبعا جدا الانرجايزر. فميزه النوعيات دي ان هي نوعا ما حنيان على قد دي. يمكن البلكن والانكر يعني قريبين شويه من الاسعار الثانيه، ممكن نلاقيه مثلا في حدود 700 800 جنيه، هيبقى مش رخيص. ولكن الجوي يوم يعتبر مناسب جدا، وبرده الانرجايزر برده الى حد ما سعره برده معقول او مناسب بالمقارنه طبعا بالسامسونج والايفون اللي هم اوريدي بيعدوا ال 2000، تمام؟ فدي الخاصيه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. نتمنى يكون في الفيديو استفاده، وما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب. ميرسي جدا.